مساء الخير أعزائي المشاهدين، معاكم أسماء في حلقة جديدة من برنامجكم البداية من عندك. وزي ما انتوا عارفين إن اسم برنامجنا مش مجرد اسم عادي، اسم برنامجنا البداية من عندك، يعني اسعى ورا حلمك. وزي ما ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، يعني كل واحد فينا عنده موهبة وعنده عنده حلم، يحاول إن بقدر الإمكان إن هو يسعى وراه ويحققه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا كل حلقة بنقدم موهبة واحدة وبيبقى عندها هدف معين. النهاردة ضيوف حلقتي مميزين جدا وحلقتي مختلفة تماما. ضيوف حلقتي كل واحد منهم عنده موهبة، عنده اكتر من موهبة. طبعا قبل اي حاجة كملوا الحلقة للاخر. احب ارحب بضيف حلقتي، احب ارحب بزميلي عمر. اهلا بك يا اسماء. اهلا بيك. احب ارحب بضيفي بضيوف حلقتي النهارده اسلام وعمر. طيب في البدايه كده عايز اعرف منكم، انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ اتفضل. اتعرفنا على بعض في برنامج لايف وكده، وبقالنا اصحاب اكتر من سنه ونص وكده، بس هو يعني زي اخويا بصراحه. بالظبط يعني. تمام. من امتى يعني؟ سنه ونص، من فتره صغيره. تمام. بس يعني سنة ونص مش فترة صغيرة، دي مدة طويلة. بقالنا كام شهر يعني كده؟ صح؟ يعني 25 شهر حاجة كده، 25 شهر. بس دوت حاجة كويسة يعني. لا طبعا يا عم، انت معايا في ايه؟ مالك؟ اخويا دخل لبالي. تمام. طيب حاجة كويسة. طيب انا عايز اعرف ازاي بدأتوا مجال السوشيال ميديا، او من امتى دخلتوا مجال السوشيال ميديا؟ والله انا في المجال ده مثلا بقالي من وانا في اعدادي مثلا، يعني مثلا وانا 14 سنه حاجه في الرينج ده كده. بس طوال. بدات بقى اكبر من نفسي مثلا لما دخلت كليه اكتر. طبعا شكلي اتغير، دماغي اتغيرت، تفكيري، كل الكلام ده، فده فرق معايا كتير جدا يعني. بس فمن الوقت ده بدات اكبر بقى في نفسي واحده واحده، لغايه هو الحمد لله بحاول ان انا اعمل حاجه مختلفه عن غيري شويه. بس تمام. طب حاجه كويسه. طيب وانت يا عمر؟ انا نفس الكلام برضو، بدات على الفيس مثلا انزل فيديوهات كده، مقاطع فيديوهات. بعد كده دخلت لما تيك توك كده عمل، كان اسمه ميوزيكلي الاول، دخلت برضو عملت فيديوهات فيه وكده. بعد كده قلت بطور من نفسي وادخل مجال اليوتيوب وكده يعني. بس فبدات بقى اليوتيوب. ايه اكتر حاجه صعبه واجهتوها في بدايه المجال بتاعكم؟ اكتر حاجه صعبه، في حاجات كتير قوي صعبه. زي ايه مثلا؟ ممكن تبقى محتاج مساعدة من حد ومحدش، ما تلاقيش حد خالص وقف جنبك، انت فاهمني؟ يعني في احنا دلوقتي في زمن محدش بيساعد حد خالص. يعني اللي عايز حاجة يعملها بنفسه، مفيش حد بيقول يلا اساعد غيري، فاهم؟ كل واحد بيقول يلا نفسي من الاخر، ومحدش بيساعد حد خالص. فعلا تيجي تكلم حد يقولك يا زميلي هساعدك وهعمل ونخلي ونسوي، قالوا انت فين؟ ما بيردش، اصل ما اعرفش ورايا مشوار، ما اعرفش مين. فكلها ماشيه كده دلوقتي. ممكن تبقى من اول مره بس تحصل المساعده، بس ما بتبقاش يعني ما بتبقاش للشخص اللي قدامي بس ان انا عايزه اساعده، لا بيبقى بيرجع عليا ان انا برضو عندي مصلحه عايزه اخلصها. ما هي كلها مصالح من الاخر، كلها مصالح. انا عندي مصلحه عند غيري هروح اكلمه، فهي دلوقتي اكترها ماشيه كده. بس مش كله اكيد يعني، مش ما كله فيش مصالح بينك وبين عمري يعني. اكيد. لا طبعا. بينا فلوس بس. بس كده كنت عاوز منك 150. ال200 جنيه اللي عليك رجعوا لهم. طيب بالنسبه لعمر، في فيديو عايزين ان احنا نعرضه برضو. تمام. هنبدا ان احنا ندردش مع بعض. ماشي. في بدايتك خالص انا عرفت ان انت عملت كام حاجه كده وعندك شركه انتاج. هل بدات فيها ازاي؟ من امتى؟ لا، فتحت استوديو. تمام. يعني وبعد لما فتحت الاستوديو ده قلت ايه، هنتج بقى اغاني وحاجات زي كده. بس الموضوع لقيته مش ماشي تمام معايا، لان انا مش فاهم في المجال دوت أنا كويس. اوكي تمام. بس فقفلت بقى الحوار دوت خالص بتاع الانتاج والاغاني والاستوديو كده. بس قلت اعمل فيديوهات احسن مثلا، فاهمه؟ طيب تمام. عملتوا ايه تاني؟ طيب معلش انا، طيب انا عايزه الفيديو اللي هو فيه الصور ممكن. اوكي. طيب غير شركة الانتاج، بالنسبة للغنى مين اللي اكتشف ان انت ده صوتك وانا حالي؟ صغير خالص. من امتى يعني؟ بقى لا ده مثلا وانا عندي 10 سنين ما شاء الله في البيت مثلا مع نفسي كده اقعد اغني. فبس اهملت شوية. تمام. يعني في الموضوع ده هو بيستحم اكتر وقت. صح. جدع. جدع. انت حافظني. يحكي لي الكلام ده. يبقى مش 10 سنة ونص بقى يعني؟ لا ما اعرف كل حاجة عندي خلاص. كلها برضو سوا كنا بنقعد نتساير في البلكونة. نتساير. بنتساير كتير.
طيب حاجه كويسه. لا من زمان بغني من زمان، بس اهملت الموضوع دوت ف في الدراسه. اه عشان الدراسه وكده. لحد امتى انت اللي حسيت؟ بصي وانا لسه راجع لمجال الغنى ده تاني. مفيش من سنه. تمام. اللي بوظته. وانت كان السبب. كان ايه اكتر حد مثلا بتحب تغني له؟ وانا بحب عمرو دياب جدا بصراحه، تامر حسني. عمري ما شفته بيغني حاجه لعمرو دياب. المشكله مش بعرف احفظ له. اصلا عايزه اقول لك على حاجه يا اسلام، في ناس بتحب ان هي تسمع لكن ممكن ما تحفظش الاغاني. عايز ده فنان المفروض يكون حافظ لكل. انا اي اغنيه بسجلها بتبقى معايا الورقه مكتوب فيها كلام الاغاني، فيا رب ما اتلخبطش النهارده وانا بغني. تمام. بس لو كلمه وقعت مني يعني ايه الورقه بيرجع لها. بالظبط. عادي مش مشكله على فكره. عايزه اقول لك ان في ناس عندهم برضو مواهب وشعره بس لو طلعوا عادي مش مشكله. بس اهم هي الفكره في ايه. انا ممكن اكون ذاكرتي مش قويه قوي ان انا احفظ الكلام. صح. كله. بس هي الفكره في الاداء. ممكن. صح. حد يبقى ماسك ورقه وبيقرا منها او بيقول الطريقه ازاي، بس بيبقى الاداء مختلف تماما عن اللي بيبقى حافظ و... صح. وبيسمع. صح. كانك في امتحان. بس فهي دي الفكره يعني. طيب انا عايزه اعرف انت قلت لي دلوقتي ان انت ما كملتش في الغنى او سبته لحد ما تخلص دراسه. طيب بالنسبه للاهل هم اللي قالوا يعني قالوا لك الموضوع ده ولا انت اللي حبيت؟ لا لا ده مع نفسي. مع نفسك؟ وقفت كده مع نفسي لحد لما خلصت كليه، قلت ارجع للغنى تاني بس لسه بقى اروح ادرس بقى بصراحه يعني اكتر. اتعلم اكتر. تمام. لحد امتى ووقفت قلت لي؟ يعني مثلا من وانا عندي 10 سنين بدات اغني لحد مثلا 18 سنه كده. تمام. بعديها وقفت بقى فتره الكليه خالص. لسه فترة راجع الكلية اغني بس. من سنه. تمام. ما فكرتش انك يعني تسجل اغنيه لي؟ لا سجلت. زي ايه مثلا؟ سجلت بس كانت كلماتي و هو عمرو بيالف برضه على فكره. عمرو مؤلف، مؤلف وملحن وموزع وكل حاجة. بس عامل شركة شركات إنتاج. شركات التلاتة جاية. شركات. حرام عليك. ما صاحبك برضه يعني. صح. عندي شركات إنتاج كتير. يعني أنت حبيبي والله العظيم تلاتة. أنا مش عارف أقول لك إيه قسما بالله. يعني زي الفل. بيطبل لي. حاجة كويسة. طيب. أوكي. طيب بالنسبه لك يا اسلام، انت برضو بدات وانا في ابتدائي كده مثلا بدات ادندن مع نفسي. تمام. قالوا لي صوتك حلو وكلام من ده. بس مين اللي قال لك؟ يعني اقرب الناس ليك مثلا في البيت؟ البنات اللي كانوا معايا في الفصل. لا والله. كانوا بيقولوا صوتك حلو. بيعرفوا يسمعوا يعني. يعني بيسمعوا كده على قدهم برضو، فقالوا لي صوتك حلو وكلام من ده، بس ما كنتش بقتنع برضو. كان ليك فانز يعني من ابتدائي؟ مش قوي. صح كده يعني على صغير شويه. مش عارف يعني ايه فانز اصلا وقتها. تمام. بس فالمهم بدات استمر كده شويه، قطعت برضو شويه وبعدين دخلت ثانوي. من امتى لامتى مثلا؟ يعني مثلا فتره اعدادي دي كنت بعدت عن الموضوع ده خالص. تمام. ليه مش عارف. دخلت ثانوي بقى بدات ارجع تاني للموضوع ده شويه. ثالثه ثانوي دي ما كنتش بذاكر، كنت بقعد مثلا كده مع حالي مفكرين ان انا بذاكر وبقعد اغني، اخش شقه كده لوحدي مع حالي اقعد اغني بقى مع حالي. تمام. بس دخلت الكليه بقى اهتميت بالحوار ده اكتر، مثلا عندي في الكليه دخلت مسابقات كلام من ده بس يعني. طيب تمام. ممكن تسمعونا حاجة مثلا من اللي انت سمعت ان انت بتأذن الأذان؟ بقول الأذان فعلا. طب سمعنا. نقول الأذان يعني نبدأ بيه؟ يا ريت. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما شاء الله، الله أكبر. طب يا سليم، ما فكرتش بما إن صوتك حلو قوي في الأذان، إن أنت يعني إيه تأذن في الأذان، يعني للكل، كل أذان يعني للناس؟ كتير عملتها كتير. هو الفكرة إن أنا ممكن صوتي في القرآن بيتقال إن هو حلو، بس عندي بس مشاكل كده في التجويد، فعشان كده ما بحبش أخش في السكة الدينية شوية. أه، عشان ما يعني ممكن الأذان عادي، أنت كده صوتك حلو قوي. مساجد وكلام من ده عادي، ما شاء الله، مش أزمة يعني. طيب، بس حلو الفكرة قوي. في القرآن بس، والكلام ده بعيد شوية عشان التجويد بايظ بس مش أكتر. تمام. طب أنت غير الغنى، أنت اللي حاولت تجرب تشوف صوتك كويس في إيه؟ بصي هقولك، هو طبعا الأذان ده معروف إن هو بتاع الشيخ نصر القطامي، فأنا كنت أكيد بحب أسمع صوته بقى، يعني أكتر صوت برتاح نفسيا لما بسمعه. تمام. فعلى أساس ده بقى كل ما كنت أسمعه كنت أحب إن أنا أحاول أقلده، فمرة عن التانية عن التالتة بدأت أنزله، مثلا الناس قالوا لي صوتك حلو، اتدربت عليه بقى اكتر مره في التانيه زي ما قلت لك، وبس الحمد لله يعني بحاول برضو اوصل لصوته. فناس كتير بتكذبني، بتقول ده مش صوتك وما اعرفش ايه ومش انت حتى عمرو برضو اول مره سمعه قال لي نزلت فعلا الاذان بصوتك وحد قال لك صوتك كده. انا شفت تابعت الموضوع خلاص، الناس هتتابع التلفزيون عشان كده، خلاص الناس هتتابع على التلفزيون وتعرف خلاص ان هو اكيد يا جماعه لايف، يعني اكيد مش طالع مشغلين فيديو او حاجه. يكذبني برضو عادي، مش مشكلة، مش واثق في نفسك، خلاص واثق في نفسك زي الفل. تمام. مين بقى كان اكتر واحد كان بيشجعك على اللي انت بتعمله؟ اكيد كان واقف جنبك. اكيد زي ما قال كده فعلا. اوكي، دي حاجة كويسة قوي. ما اقدرش، عيب عليك. مالك حبيبي، حبيبي بالظبط. طيب ايه رأيك يا عمر؟ عايزينك تسمعنا حاجة. ماشي، تمام. يا رب بس ابقى حافظ الاغنيه، لان انا الاغنيه دي منساها ان شاء الله. لسه حافظها والله، وانا جايتك معاك الورقه في جيبي بس مش هطلعها، انا هعتمد على نفسي. زي الفل. انا بيعجبني قوي الشخصيات اللي هم يعني بيحبوا الاعتماد على نفسهم. يعني بسلم عليك علشان لقيتك مره واحده، وحشتني بسلم عليك، ده انت اللي كان حضنك زمان بيدميني. انا هاجي على نفسي وهبعد، يمكن انسى هواك عشان ما لقيتش راحتي معاك ولا مره من نفسي. مش قادر استنى خلاص، ما بقاش لقلبي مكان، اتاري لكل وقت اذان، ودي دنيا مش جنة. وعايز تعرف ايه اللي جرالي، وبقى عندك احساس، بقى جاي بتسأل عن حالي، طب على اي اساس؟ مش فكرت تروح من بالي وتغيرت خلاص، يبقى راجع لي ليه؟ انا صابر على حالي وراضي، واقدر يوم انساك هتحمل ومكانك فاض، انا مش هرجع لي هواك. انا هب بس كده خلاص، عشان ايه نسيت. ما فيش مشكله. طيب في اغاني تانية حافظها؟ حافظ حاجات كتير. طب ماشي، متسمعني حاجة بقى اللي انت سجلتها؟ حاجة بالمناسبة بالظبط، انت حافظ حاجات كتير يعني. لا، اغني حاجة تانية. اوكي. يا حياة الروح، مفيش مشكلة. تمام. لا، في
ديت انا عندي لعينيكي كلام. تمام. انا عندي لعينيكي كلام، محدش غيري في الدنيا يقولوا في يوم من الايام ليكي او لناس تانية. ولو كل الكلام اتقال عينيكي في غربتي مال. اخلق منه معنى جديد، معنى فات كل الخيال. انا زاد فواكه الشوق وزوادي وانا المعشوق. انت الشمس ما تغيب تاني تنور الدنيا. وهمشي لك بلاد الله واحكي لكل خلق الله عن سيرة عاشق عن تايب إلى مولاي. الله يفنن. سبحان الله. يعني لسه بعد الاغنيه دي كنت هطلب ان انتوا حافظين حاجه مع بعض ولا لا، بس انت قطعتني. ف هو لبسني، هو بيحب يلبسني. طيب دي حاجه كويسه بجد. طبعا انتوا منورني النهارده والله العظيم، وشرف ليا ان انا اتعرفت على يعني شخصيات محترمه زيكم بجد. وغير كده زي ما قلت لكم، كل واحد بيبقى عنده فينا موهبه واحده، يعني ما شاء الله كل واحد فيكم عنده موهبه شكل غير كمان. يعني خليها مفاجاه في اخر الحلقه باذن الله، فالناس بقى تتابعنا. يعني مالك زهقان ولا لا؟ لا لا تعالي من لا لا تمام يعني تمام انت كويس الحمد لله يا رب دايما. طيب تمام. طيب معانا كده عايزين نشوف في فيديو عايزين نعرضه. يلا بينا. بص اوكي. اقسم بالله يا رب كل ده بسيط. ولا حاجه ولا حاجه، ما فتحت رب ولا حاجه، ما فتحت رب. مش هقدر اقول لك كده مش هقدر اقول لك عشان انا عندي يعني مش هقدر اقول لك يا رب. مش هقدر اقول لك ما فيش الله العظيم. لا لا ما فيش الكلام ده خالص. دول غير من السيد السلام. يلا يلا امشي على طول امشي. وطي 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 وطي. ابويا لو بيتفرج على الفيديو ده مش ابني كلب. لا بس انت مفتري يا عمرو على فكره بجد. يعني لما انا عايزه اللي اكتشفته، مع ان انت في الحقيقه انت غلبان او شخصيه طيبه جدا، لكن في التمثيل بيتعمق الشخصيه، بتنتقم من اللي قدامك. انا انتقمت منه عشان هو كان مضايقني اليوم ده. والله ما حصل، انا على طول مضايقه. لا لا كان مضايقني اليوم ده، فانا افتريت في الضرب. يعني جات لكم فكره التمثيل دي او السكتشات دي من امتى؟ يعني مين اللي اقترح على التاني ان هو في حد بيكتب لكم السكتشات والكلام ده؟ صدفه مزاجنا كده والله. حتى ما بن يعني مش بنرتب لاي حاجه. ممكن اقول له يلا يا عمرو نعمل كذا كذا، يلا بينا على طول. بس وهو نفس النظام الاقي جاي. هو عمرو بس عنده كلمتين كده دايما يقولهم. اسلام انا عندي فكره. ايه هي الفكرة بقى؟ اقول له فين الفكره؟ المهم اللي انا عندي فكره. انا ايه قاعد ساكت ما بيقولش. ما هو هتلاقيه بيجمع لك. المهم اللي عندي فكره والله. بيقول لي عندي فكره تيجي ساعه التصوير. فين بقى الفكره؟ ما عندي فكره بس ابقى اجمعها بعدين مع الوقت. شوفي المفروض ان احنا نازلين نصور. تمام. اسلام انا جبت فكره جامده جدا. فين عمرو الفكره؟ يا اسلام عندي فكره. يا عبي فين الفكرة؟ ما هي مش راضيه توصل لي. انا قاعد مستنيها والله بس ما بتجيش والله العظيم. تمام. بس دي حاجه كويسه قوي. هتروح فين يعني؟
بس على فكرة هي الأفكار أو المواقف أو حتى الأغاني، أنا اللي عرفته إن بتألف كلمات للأغاني. عمري ما ألف قد الدنيا. صح كده؟ طب أنت عارف إن أنت الكلمات دي بتجيلك من إمتى؟ أكيد من مرحلة مريت بيها، من أقول لهم موقف الحكاية اللي أنت كنت حصل حكاها لي من... ولا إيه؟ احكي. عمري كان مرتبط بواحدة، احكي. تمام، 14 سنة تقريبا. افضحني على الهواء. 14 سنة كان مرتبط بيها، تمام؟ افضح ولا 14 سنة؟ 14 سنة او كام شهر كده في النص، تمام. المهم هي 14 سنة ولا قصة الوقت؟ الحب، قصة الحب كانت 14 سنة. 14 سنة ايه؟ مخلص. طب قول 5 6 سنين كانوا بيلفوا مع بعض. 28 وخلاص. قول 5 6 سنين مثلا متقبلة. عمرو لما بيحب بيحب بجد. عمرو مثال الكائن الرومانسي. طب ادينا انا قلبي وبتتجرح في الاخر. ما هو بقى لما انجرح بسببها، هو كان في قصه الحب دي بقى بيألف لها كلمات كتير جدا. ينفع نحاسب عليها على الهوا؟ حسبي والله انا الوكيل فيها. اقول اسمها ولا ايه؟ ما يمكن بتتابعه ولا بتشوف الحلقه يعني. لا عادي. لا بس المهم كان بيكتب لها بقى كلمات حب بقى ويعمل لها اغاني وكلام من ده، يفضل بقى يألف لها قصص كتيره بقى واغاني بقى وبتاع. مفيش ولا قصه عجبتها. عارف ليه؟ عشان ولا قصه حلوه. تتكلم بجد؟ كل القصص. كمل بقى القصه. ايه بقى الكلمات؟ خلاص ما انت حكيت القصه كلها. الكلمات ايه بقى اللي انت كنت بتكتبها؟ قول لهم كده جزء من الكلمات. لا والله هو يعني في ايه؟ جزء من الكلمات؟ جزء من الكلمات. هو على فكره ممكن يبقى قاعد دلوقتي ويجي له جمل للاغاني. لان هي ما بتبقاش موجوده يعني ان انا هروح كده. المكان اللي انا بسجل فيه. تدور معاكي حكايه في دماغك مثلا، ايه حد زعلك مثلا؟ حوار حصل زي كده مثلا، في دماغك بقى انت يعني الحاجه اللي انت حاسه بتكتبيها على طول. تمام. انا من حساس قوي زياده جدا جدا والله. طب دي حاجه كويسه قوي. طيب انا سمعت من عمرو ان انت بتقول صوتك حلو قوي في الاذان اللي هو السعودي. ايوه قولوا بقى. انت قلتها ده هنا. ايوه هو قال لي قبل الحلقه ما بنزلهاش وكده، بس هحاول لو طلعت بايظه بس نحاول. لا لا الاقامه بتاعت السعوديه. تمام. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أنا آسف لو طلعت وحشة يعني. لا 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 على فكرة حلوة جدا بجد، ما شاء الله عليك. الحمد لله. دي حاجة كويسة قوي. شفت أنا اللي مكتشف الحتة دي فيه، خلي بالك بجد. والله العظيم كنت بقولها كده صوت كان بيقولها كده. قلت له لا أنت أثبت على الأذان ده، جميل جدا على صوتك، أنت بتقلده بتقلده كويس. خلاص ما بتقلدوش كويس. طب انتوا اللي جمعكم ببعض فكره بقى الفيديوهات ولا انتوا اصلا؟ والله احنا من قبل اول الكلام مره ده. اتقابلنا انا كنت عند سيتي سكوير تقريبا، سيدي جابر اسكندريه. فهو ايه الدنيا، لقيت عمرو بيقول لي هقابلك وبتاع. كان اول مره نشوف بعض، فعدى عليا بقى من وقتها وما اعرفش ايه اللي حصل. تقريبا عدى عليا وعديت عليه، قابلنا بعض طول الحياه. خلاص كده اللي حصل. طيب تمام، احنا للاسف فقرتنا خلصت. طب يلا بينا خلاص دلوقتي. لا لا خليكم موجودين. طبعا احنا للاسف فقرتنا خلصت، وكان نفسي ان احنا نقعد وقت اطول من كده، وان شاء الله هتشوفونا في حلقات قدام. احب ارحب بضيوف حلقتي النهارده واقول لهم ان انتوا كنتوا منورين جدا النهارده بجد، وانتوا شخصيه محترمه جدا ومواهب للناس او للشباب اللي هم عندهم مواهب وحابين ان هم يطوروا من نفسهم اكتر. غير ان عمرو اللي انا لاحظته ان هو بيحب ان هو يبدا بنفسه، يعني ما بيحبش يعتمد على حاجه. يعني صح كده؟ ده طيب. صح والله كلامك مظبوط والله. طيب يلا شكرا شرفتونا وشكرا ليكم حبيبه عمر.